نيجي بعد كده للكلينيكال بيكتشر اوف هيباتيك انكيفالوباثي بتمر بمرحلتين. تمر بمرحله اسمها بري كوما. بعد كده يدخل العيان في مرحله اسمها كوما. البري كوما او الكوما بتوع الليفر ديزيز ليهم صفات. طبعا هو انت ممكن لو ما انتش عارف العيان والعيان ده في هيباتيك انكيفالوباثي انت ممكن اصلا يعني ما تشكش اصلا انه هيباتيك انكيفالوباثي، ممكن يبقى اي كوما. هي الكوما كوما، بس عايزك بس تبقى عارفين يعني ايه كوما. هو يعني ايه كوما؟ لو سالتكم دلوقتي يعني ايه كوما دلوقتي؟ انت لوس اوف كونشسنس حلو. طب هو بالضروره اللي عنده لوس اوف كونشسنس ده يبقى منور عينيه؟ هو بالضروره اللي عنده لوس اوف كونشسنس ده يبقى قاعد ثابت ما بيتحركش؟ هل بالضروره اللي عنده لوس اوف كونشسنس ده يبقى حد كده كلامك كده قدامك وميت؟ في فرق بين واحد ميت وواحد في كوما. عايزكم تفهموا نقطه، العيان اللي بيجي له ايبيليبسي ده وبيقعد يتشقلب كده وزي ما انت بيتحرك قدامك الحركه العنيفه دي، العيان يا جماعه عنده لوس اوف كونشسنس، ده هو في كوما ساعتها. ها بس ما عنده حركه، لازم تفرق بين الاثنين. لكن جاره العاده لما نقول بقى كلمه كوما اللي الطالب فاهمها، انتوا فاهمين كلمة كوما ايه؟ او الناس فاهمها ايه؟ يقول لك فلان ده في غيبوبة. فلان ده في غيبوبة، عارف يعني ايه؟ يعني نو فيربال ريسبونس، ما بيطلعش أي أصوات. يعني نو موتور أكشن، ما بيحركش أي نفس ولا أي حاجة، حتى تيجي أنت تقرصه وتلمسه تعمل له فيربال ستيميوليشن ما يديكش أي حاجة، نو ريسبونس. كمان يا جماعة نو أي موفمنت. عينه ما بتتحركش خالص. دوت اللي احنا بنقول عليه كوما، ودوت اعلى جريد للكوما. واحنا ان شاء الله عندنا درس كده في النيورولوجي اسمه كوما، في حاجه اسمها كوما سكيل، بنقعد نقسمها كده لحاجات. اللي عايز اقوله لحضراتكم بقى الهيباتيك انكيفالوباثي مش كده، البري كوما وابن الكوما مش كده. ده عشان المريض يدخل في الكوما اللي انتوا تقصدوها اللي هو يبقى عنده نص وفي الثلاث حاجات اللي انا قلتهم دول، ده جريد اربعه من الكوما. قصدك ايه؟ قصدي الاتي، انت البري كوما دي بوادر، هو العين اوريدي داخل في كوما، بس ايه؟ في حاجات هتبدا تظهر عليه، احنا لازم نتعلمها كويس قوي، لان انت اصلا بتشك ان هو خلاص داخل في بري كوما تبدا تلحقه، ما تستناش لما يدخل الجريد اربعه. ايه يا دكتور؟ بيحصل له ايه بقى؟ ها بيحصل له ايه؟ بيحصل له سليب ديستربنس. دي نمبر 1. سليب ديستربنس يبقى عنده هايبرسوميا، نايم على نفسه. أول كلمة تحصل كبوادر للكوما كبري كوما هي inverted sleep rhythm، وعلم عليها وقول MCQ. The first manifestation أو presentation of hepatic encephalopathy، أول حاجة بتيجي MCQ كتير أو موجودة في كومار هي inverted sleep rhythm. يعني إيه؟ يعني إيه كلمة inverted sleep rhythm؟ يعني إيه؟ يعني المفروض ان انت يعني ربنا في الكون بتاعنا او في نواميس الكون بتاعتنا ان انت المفروض انك الصبح صاحي بالليل نايم، صح ولا ايه؟ مش هو الليل النوم والراحه والصبح بقى للشغل والعمل والنهار والكلام ده. فهو بقى العيان بتاع الليبر زي الفيلر اللي داخل في هيباتيك انكيفالوباثي يفضل صاحي طول الليل وينام طول النهار. شكلكم كلكم انتوا بتعملوا كده بمزاجكم. هو مش بيعمل كده بمزاجكم، هو بيحاول ينام، والله عايز ينام كده، والله نفسه ينام. يبقى نفسه ينام، وانا مش عارف ينام. ويجي الصبح يلا انا عايز يروح شغله، المفروض يصحى الساعه الصبح يروح شغله، يقول انا مش قادر اروح الشغل، وبعدين ينام طول النهار. ويجي يصحى طول اللي عارف لما يحصل الكلام ده يومين ثلاثه، ها دي بوادر ان هو داخل في ايه يا جماعه؟ ها داخل في بري كوما. يبقى كلمه انفيرتد سليب ريزم، انفيرتد سليب ريزم دي كلمه مهمه، ها بوادر ان هو داخل في ايه؟ ها داخل في كوما. وبعد كده ناخد بالك. ثاني حاجه حاضر، ثاني حاجه ايه الفكره بتاعتنا؟ في حاجه في اللي مسؤوله عن درجه الوعي بتاعتنا والاستخلاص والصحيان وكده اسمها ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم. هنقوله ان شاء الله تفصيلا. ده موجود حته منه في الكورتكس وجزء كبير منه في البرين ستيم.
التوكسنس اللي بتطلع عنده بزياده دي بتروح تعمل ديستربنس في هذا المكان. اي ديستربنس في النيورولوجي حاجه من الاثنين، يا اما حاجه تعمل اريتيشن ودي بتزود الاكشن، يا اما ديستربشن ودي بتوقف الاكشن. هو اللي عنده ايه؟ حتت كده وحتت كده، فتلاقيه متلخبط. انا بص عشان اللي بيسالني، بص يا جماعه الكلام اللي بقوله ده مش الايه؟ يعني مش الكلام اللي بتاخدوه ايه؟ يا دكتور ده صاحي طول الليل ونايم طول النهار. لا، هو دخل ينام الساعه 10 بالليل، صحي الساعه 12، فضل صاحي من 12 ل 2، وبعدين نام تاني من 2 لغايه الصبح، بعدين الصبح مش قادر هذا كلام كلام لغايه الساعه 10، وبعدين صحي. فاهم ولا لا؟ فيحصل لخبطه. مين المسؤول عن اللخبطه دي؟ هي التوكسنس التي اثرت على الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم. ها، ودي على فكره اول كلمه لازم تقولها لما يقول لك ايه اول حاجه بتصير في الاورال وام سي كيو. اول حاجه تحصل في الهيباتيك انكفالوباثي انفيرتد سليب ريت، مفهومه؟ ثاني حاجه يبقى كلامه تقيل شويه، صاروا مشاكل في السبيتش، حاجه اسمها سلرد سبيتش. سلرد سبيتش خدتها ومونوتونس سبيتش، كلام على وتيره واحده. التوكسنز اثرت على البرامدل مع الاكسترا برامدل. البرامدل والدرب البرامدل هنعرفه ان شاء الله، لان العيان بيتكلم كلام كلمات كلام متكتل كده، كلام متكتل يعني. شوف ان شاء الله عيان عنده بايلات في البرامدل، فتقول له قول لي عرفني بنفسك، فيقول لك انا اسمع عنده في معرض عجيب 6 اكتوبر وعنده 3 اولاد وصغير. فاهم؟ انتوا فهمتوا حاجه؟ لا، وقال لك انا اسمي محمد توفيق وهو عبد العزيز، ها، وسايب 6 اكتوبر وعنده 36 سنه وعنده 3 اولاد. فهمتوا حاجه؟ ايه اللي حصل في كلامي؟ انا طبيب عبد العزيز، شفتوه انتوا العيال برضوكم في برضوكم المستشفى. هو بيتكلم ده ايه؟ كل كلمه، ها، كل كلمه تاخد منها حرفين ثلاثه، ها، في حروف كتير جدا متاكله منه. ده اسمه سكريبت سبيتش، مونوتونس سبيتش، هو كلام على وتيره واحده. الكلام اللي بينيم. هو انت مين اللي بيديك الايموشنز في الكلام؟ مين اللي بيديك الايموشن؟ مش مره صوتك يعلى وصوتك يوم ما تضحك وتكشر وتتحرك وتشاور، الحركات دي كلها شغل مين؟ شغل الاكسترا براندر. هناخد ان شاء الله في النيورولوجي الكلام ده تفصيلا. الاكسترا براندر هو اللي بيديك الايموشنز في الكلام. مش انت ساعات كده تحضر محاضره تقول يا دكتور ده جميل قوي، وتيجي محاضره ثانيه تقول الدكتور محاضره الايديا اللي بتاعتنا، الدكتور دخل شغل البروجيكتور وادانا قفاه وطفى النور وبيتكلم عن نفسه. يعني ايه بيتكلم عن نفسه؟ الصوت ده بيعلى ولا بيرقى، فبالتالي ما عنده ايه؟ ها، مونوتونس. مونوتونس كلام على وتيره واحده، ده اكسترا برامدر. يبقى التوكسنس التي تؤثر على البرامدر تعمل ستيرد سبيتش، على الاكسترا برامدر تعمل مونوتونس سبيتش. يبقى لسانه يبقى تقيل شويه في الكلام، ساعات يقول كلمات مش واضحه او مش مفهومه، يبقى انت عارف ان المريض ده في ايه؟ في بري كوما. تمام؟ يبقى عنده أباتي. أباتي يعني إيه؟ متنح، متنح. ها، مراته تكلمه أو ولاده بيتكلموا، يفضل مستني كتير على ما يبقى عنده ديليد ريسبونس، على ما يرد عليهم بياخد وقت طويل جدا. ها، أباتي ديليد ريسبونس ليه؟ ما هو الانتليكشوال فانكشن، الوظائف العليا بتاعت المخ بدأت إيه؟ تتأثر بهذه التوكسنز. عنده أستريكسز. استريكسز عارفينها، ها، لابنج ترامس. عنده الكلمه دي حلوه قوي، ابراكسيا. ابراكسيا، ابراكسيا يعني بريكو. لا، هي من ضمن الفيشن اوف ليفر سيلفيليا، وبريكو وكوما موجوده في كل حاجه. وعلى فكره هو مش خاصه بالليفر، مش خاصه بالليفر. ده في بريكوما على طول، ادفانسد ستيج. ادفانسد ستيج طبعا ده يعني لايبل قوي يدخل في كوما، لايبل جدا. ابراكسيا يعني ايه؟ ابراكسيا بص عشان بس نفهمها، هتقال في النيورو في اول محاضره ان شاء الله في النيورولوجي او ثاني محاضره. ابراكسيا يعني واحد ما يعرفش يعمل كومبلكس موفمنت كان بيعرف يعملها قبل كده. واحد ما بيعرفش يعمل حاجه في الحاجه جايه بالتفصيل. ما بيعرفش يعمل كومبلكس موفمنت كان بيعملها قبل كده. هو دلوقتي لما حد يجي يسوق عربيه، طب سوق عربيه ازاي؟ يعني انت بتدور عربيه، عندك بيبقى عندك فرامل وبنزين وساعات يبقى البياش، وتجيب مش عارف الحركه ازاي، وعندك مرايات بتبص فيها واشارات بتشغلها، واخد بالك من اللي حواليك، او تظبط دايركسيون انك تمشي يمين وشمال. دي حاجات كتيره مع بعض. الحاجات الكتيره اللي مع بعض دي علشان تتعمل، ها، بيتكون مركز في المخ مسؤول عنها، اريا اسمها اريا 37. ماشي؟
ها هو اللي مسؤول عن هذا الكلام. يبقى دي اسمها كومبليكس موفمنت. واحد كان بيسوق كويس جدا وبعدين حصل له ريجا في هي 37 اصبح مش عارف يسوق. اسم الحاله ايه؟ ابراكسيا. بس على فكره لازم يكون كان بيعرف يسوق. يعني مش تيجي واحده منكم جاي جيت جرى تزور عربيه تقول انا مش عارف اسوق انا عندي ابراكسيا. غلط. انت اصلا ما اتعلمتيش ليه؟ في السواقه في فرق بين الاثنين. مش على قد كده بس شغل الابره شغل مثلا مكنه الخياطه تلاقيهم بيعملوا حاجات برجليهم وحاجات بايديهم وحاجه لطيفه جدا ونقدر نركز معاها. دي كومبليكس موفمنت. اللي نقصده هنا بكلمه ابراكسيا مش المعنى الكبير ده. نقصد بيها حاجات بسيطه، حاجات العيان ده مش عارف يعمل حركات بسيطه صغيره. مش تقول له انزل سوق العربيه، لا خالص. بص اسهل حاجه بتجيب له ايه؟ ست علاج كبريت. حلو؟ وتقول له ست علاج الكبريت دول اعمل لي شكل ثلاثي. انا لو اديتها كده ست علاج كبريت، فانت هتعمل لي واحد كده وواحد كده وواحد كده وواحد كده وواحد كده وواحد كده، تقول لي اهو شكل مسدس، صح ولا لا؟ هو مش عارف يعمل كده. مش عارف يعمل كده ليه؟ أولا الكورتكس بتاعه الكوبسس تأثر عليه، ثانيا التريمورس، لا التريمورس عشان يعمل الحركة الدقيقة دي مش هيعرف يعملها. من ضمن الحاجات اللي بنعملها له إحنا ودي في المستشفيات مشهورة تتأكد إن هو داخل في هيباتيك انسفالوباتي. تعرفين وإحنا صغيرين كانوا بيعلمونا مثلا نرسم أو نكتب، فكان إيه عايزين نرسم نجمة، فكانت تيجي الميس كده في المدرسة. أو تقول لك إيه أنا عملت لك النقط فأنت تمشي على دي. هتمشي على النقط فأنت هتمشي كده، أنت حد نورمال هتمشي عليها كده. اللي عنده ليبر سيل فيلير بقى تديله القلم، اللي عنده انكفالون ده في كوما أنا ما أعرفش إيه يقعد بقى ينزل كده ويطلع مش عارف يظبط الدنيا عليها قوي. ودي على فكرة من الحاجات برضه دي ساين ديتكتد إيرلي، تعمل له حاجة اسمها كروس ماتشنج، عنده ديفكت إن كروس ماتشنج، ودي معناها إن هو داخل في كوما، دي بري كوما. هيبقى دي كلمة أبراكسيا، ما يعرفش يعمل كونستراكشن صغير بالماتش أو ما يعرفش يمشي على خطوط. يبقى سليب ديس أوردر، سبيتش ترابلز، أباثي، أستريكسز، أبراكسيا. عنده ديستربد مينتاليتي. واهم ما يميزها حاجه اسمها تشايلدش بيهيفير. يعني يعمل ايه بقى؟ يعمل افعال صبيانيه. ايه افعال صبيانيه يعني؟ عيل صغير والله بالظبط كده طفل صغير. تيجي تقول له ايه؟ دايما الناس اللي عندهم الرجاله لو الناس اللي عندهم رجاله اساسا يعني عندهم هيباتيك انكفالوباثي دايما نقول لهم ايه؟ نقول لمراته نقول لاولاده او لاولادها نقول لهم بصوا لما يجي ياكل ما تخلوش ياكل لحوم كتير ولا ملح كتير. ده كلام صح ولا ايه؟ ما ياكلش لحوم دي عشان بروتين وتوكس والحاجات دي كلها. فهم يروحوا البيت وهيتغدوا فهم حاطين بقى هم ياكلوا واحد واخد بالك؟ فهو يمد ايده عشان ياكل فتلاقي مراته تقول له ابو سيد ها اللحمه لا يروح سايب الاكل وقايل والله ده واكل له ده شغل مين؟ هو بياكل ايه؟ واخد بالك ها ده شغل عيال. وبعدين بعديها بشويه خلاص يا ابو سيد حقك عليا تعال بس كل حته صغيره يقوم ياكل ها شغل ايه؟ اطفال. بعديها بشويه ابو سيد انا عايز رز بلبن حلو عادي يا ابو سيد اعمل لك رز بلبن. بعد 5 دقايق يا ابو سيد فين رز بلبن؟ هو رز بلبن هيحصل في 5 دقايق؟ فاهمين ولا شغل ايه؟ انا عايز دي دلوقتي. وبعدين تجيب له الرز اللبن، طب فين الثوم اللي على الرز اللبن؟ مش فاهم الثوم ولا ايه؟ الثوم بتاعه قليل يعني. بص هقول لك حاجه كانك بتتعامل مع طفل 3 4 سنوات. هذه اسمها تشايلدش ايه يا جماعه؟ تشايلدش بيهيفير. هذه التشايلدش بيهيفيرز هذه مميزه. وانت على فكره لازم تعامله من هذا المنطلق. لازم الناس تقول لهم انتوا منعوني اللحوم، لا قول لهم منعوني اللحوم بس خدوه على قد عقله، هو مريض مسكين ده غصب عنه. بص يا جماعه والله الموضوع بتجيب عشان انتوا ساعات بتبقوا دكاتره ايه؟ يجي لك العيان تقول له انت اصلك بتاكل لحمه كتير، انت اصلك بتزود الملح في الاكل كتير، انت اصلك هيموت. ما تقولوش كده حرام عليك اصلا. ما انا يعني بعد الشر عليك يعني حط نفسك مكان هتعمل ايه يعني؟ انت عايز حد يحنوا عليك صح ولا لا؟ عايز حد يقول لك كلمتين حلوين. فلازم انت تبقى يعني بص دكتور انساني مش دكتور مكنه حافظ كلمتين انت بتقولهم وخلاص. تبقى انسان وبالراحه واحده واحده. وبعدين تقعد بقى تقول طب انت عايز تحب اللحمه يعني؟ طب احنا ناكل حته صغيره
حلو ده، انت عارف ده من احنا نقول له ايه؟ نقول له هات صباعين كده، هي هات الصباعين دول كده. او تعالى علبه الكبير، هتاكل حته لحمه قد علبه الكبير. فدي تاكلها كل يوم. وبعدين بقى لو كانت لحمه في الغداء، ها ما تجيش بقى تفطر تاني يوم، ما ينفعش. ما ينفعش لازم تاخد بروتين ايه؟ ها يبقى إيه قليل. واحنا هنديك ادويه ونعوض لك الحاجات اللي عندك. انتوا فاهمين القصه ولا ايه؟ ها الكلام ده مهم جدا وانت بتتعامل ها مع هذا المريض. ها يبقى هو عنده، يبقى عنده ديستربد مينتاليتي، يبقى عنده ديس اورينتيشن. ديس اورينتيشن انتوا اساتذه فيها الحقيقه، تعرفوها كويس وتعملوها. يعني يجي لك العيان في المستشفى كده تقول له طب احنا فين؟ طب النهارده ايه؟ طب الساعه كام دلوقتي؟ طب انا مين؟ طب انت فاهم؟ فاهم على طول كده؟ انت اصلا لما تطلع العيان وتسلم عليه كل يوم الصبح، طب بتمر وانت نايم ان شاء الله، تقول له انت فاكر انا مين بقى؟ هيقول لك الدكتور فلان الفلاني. طب احنا النهارده ايه؟ يقول لك النهارده الاربعاء. طب الساعه كام؟ الساعه 8 الصبح. يبقى خلاص، يبقى هو ايه؟ يبقى هو اورينتد بالتايم والبليس والبيرسونز. اللي دخل في بالك انت فاروباتي، طب انا مين؟ انا مين؟ يبص لك ويتنح، هو مش عارف. طب النهارده ايه؟ يقول لك اي حاجه. طب الساعه كام؟ طب احنا فين؟ ها اصبح هو عنده ايه يا جماعه؟ عنده ديس اورينتيشن. خدوا بالك كل دي حاجات اسمها ايه؟ ها مترتبه كويس ولا ايه؟ حافظ ولا لسه؟ عايز ايه يا امير ابو سام؟ سام بس ايه؟ بس الايه؟ ها بس الايه؟ ثلاثه خلاص؟ يبقى هو عنده سليب ديس اوردر، عنده سبيتش ديس اوردر، عنده ابثي، عنده ابراكسيا، عنده ديستربد مينتاليتي، عنده ديس اورينتيشن. ندخل في الكوما. الكوما قلنا ليها كم مرحله امبارح؟ ليها اربعه. قلناها فين امبارح؟ قلناها فين؟ مش قلنا في او اول امبارح مش فاكر. اول امبارح لما خدنا الشايلد بارت كلاسيفيكيشن مش كان مدخل معانا الهيباتيك انكفالوباتي؟ قال لك لو ما حصلتش يبقى ياخد جريد واحد، لو كانت المرحله الاولى او الثانيه يبقى جريد 2، لو المرحله الثالثه او الرابعه يبقى ياخد سكور 3. فاذا هي 4 جريد. انا هجيبهم من تحت، هجيبهم من اربعه كوما. واكتب جنبها بقى عشان ده انا عايزكم تكونوا فاهمينه. كوما هنا نقصد بيها ايه؟ تقصد بيها ثلاثه رو. كتبتهم في الاول ولا لا؟ اللي كتبهم في الاول خلاص اللي ما كتبهمش يكتبهم معايا. جريد اربعه كوما يعني ايه؟ هنا يعني نو فيربال ريسبونس. نو فيربال ريسبونس يعني ايه؟ ما بيتكلمش. نوت ثانية، نو موتور اكشن. انت ما بتكتبيش ليه يا جماعة؟ الكلام مش عاجبك ولا ايه؟ اسمعيني وخلاص يعني، سجلي على طول. ما شاء الله. نو موتور اكشن، نو اي موفمنت. نو اي موفمنت. ثلاثة اللي هي قبلها على طول كلمة اسمها ستيوبر. ستيوبر دي يعني ذهول، ترجمتها الحرفية كده ذهول. يعني ايه ذهول برضه؟ يعني ايه واحد مذهول يعني؟ شفت ساعات تشوف موقف كده من واحد حبيبك قوي فتتنح كده، هو عيان كده، هو العيان كده ما بيديش اجنده. موقف رهيب حصل قدامك او موقف انت مش متوقع من حد وحصل قدامك، تقول له متنح دقيقتين ثلاثة كده، بس ده متنح فترة طويلة. يعني إيه متنح؟ برضه نو ريسبونس بس باصص لك. ها؟ نو ريسبونس بيبص لك وخلاص، هو مذهول من هذا الموقف. ها دي كلمة ستيوبر. يبقى ستيوبر هي المرحلة التي تسبق الكوما، يبقى بري كوما على طول، قبل الكوما على طول في كلمة ستيوبر. طيب امال ستيج واحد؟ ستيج واحد هي تاخد كوكتيل من الحاجات دي اللي هو ديس اورينتيشن وانفيرتد سليب ريست. ستيج 2 يبقى عنده شويه انتريكسز و يبقى عنده منتاليتي تشينجز. لكن كلمه ثلاثه ستيوبر اللي هو متنح خلاص وخلاص هيفقد الوعي، هذا كوما خلاص هو فقد الوعي. يبقى دول فور ستيجز اوف كوما. يبقى كلينيكال تيشر هتقول لي بري كوما وهتقول لي كوما. والكلام ده على فكره كلام مهم لان هو اصلا هيباتيك انكفالوباتي كلها كسؤال، سؤال مهم. انا عايز اقول لكم حاجه، الدنيا امبارح كانت وحشه جدا والتراب كان جامد قوي والرياح كانت شديدة جدا. وانا مستني حد يتصل بيا، يا دكتور مش قادرين نيجي، قالوا لكم احنا تعبانين، انتوا وانا مش عارف. انتوا ليه بتقدسوا البتاع ده؟ ليه يعني؟ والله كان انت كلمنا ايه؟ انا بكلمك. نعم؟ كان انت كلمنا انا بكلمك. طب ما كانش شعب بس انا كنت اصلا اسمنتك يعني، فهو الاضطراب ده بيجنني. طب لا انا مش قصدي، ما انا مستني، ما انا ما جيش من هنا. لا والله ما احنا مش احنا يا دكتور مش ده خلاص كده انا صاحي من الفجر. طب يعني كمان ال ال ايه؟ هي اللي شغاله الحد.
لا مش حرام كده. لا كل حرام كده. مبدئيا انا مش جينا النهارده الوقت الحل. لا انا مبسوط ان انتوا جيتوا، يعني مبسوط ان انا كنت متوقع ايه؟ يعني هو انتوا ليه نايمين؟ ما نسوش طبيعي لقد ده النوم معلش يعني. والله جد والجو النوم وراكب الجو ايه؟ احلى يوم وبعدين طالب الطب لا يتأثر بالعوامل الجوية. لا يتأثر بالعوامل الجوية، تروح مين ورياح مين وبتعمل ايه؟ فبدأ يجيب لك كلام أصلا، وأنا تحط في دماغك يا فاهم. وبعدين إن شاء الله إن شاء الله يبقى الجو وحش وأنت ما نمتش كويس وقلبك تعبان، والله العظيم الكلام ده في ميزان حسناتكم كمان يعني. بس أنت هتحتسب عند الله. خلي جيبك حيوان. قول يا شكوت. الفرق بين راسي وستيوفا. يعني الاستيقاظ النوع الاعلى مش شرط، بس اعلى من انها مش شرط. واحد بيتمنح واحد خلاص داخل هو الواحد بيتمنح واحد بيبلع. هو المفروض يقعد قد ايه في الفري كوما وبعد كده يدخل على الكوما؟ طيب السؤال مالكم بيسال، المفروض يقعد قد ايه في الفري كوما ثم يدخل في الكوما؟ حد يرد عليه؟ على حسب ايه؟ على حسب الكونديشن اوف ليفر، على حسب هو واخد بروتينات كتير، على حسب التوكسيك فاكتور. الغالب في واحد يستحمل واحد ما يستحملش كده يعني. تاثير التوكسينز على ماشي اوكي. لا بيقعد قد ايه مع حسب اللود اوف توكسين قد ايه يعني. لا 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 هو بيخف تاني ده كويس بيرجع كويس عادي. مش بيرجع كويس يوم يجري يعني، هيرجع يفوق واخد بالك وهرجع بشويه يحصلوا كوما تاني. على فكره يا جماعه العيال اللي بيدخل ده في ديب كوما مره واثنين وثلاثه دي طبعا دي باد ساين، غير مريض الليفر الثاني اللي هو ما دخلش ابدا في هيباتيك انكفالوباتي دي جود ساين. فاهمين ولا ايه؟ يعني هي الفكره كلها هو كونه اصلا دخل في هيباتيك انكفالوباتي. مش قلنا في الليفر سيل فيلر كانستيشن اهم ثلاث حاجات كانت واحده منهم هيباتيك انكفالوباتي، والشايلد باك اعتمد على هيباتيك انكفالوباتي ده معناه انها حاجه ايه؟ يعني انها حاجه خطيره جدا. علشان كده كون العيان عنده سيروزز بقاله فتره طويله وما دخلش في هيباتيك انكفالوباتي يبقى انا كدكتور ايه؟ انا مبسوط العيان ده ان شاء الله كويس. لما يدخل بقى في باتك انفلوباتي ابدا ايه؟ انا ابدا اقلق منه، خاصه لو اتكررت مره واثنين وثلاثه. اوكي طيب هنيجي بعد كده للانفستيجيشن. طبعا الانفستيجيشن فور ليفر، بس عايز اعلم على حاجه او اثنين كده. اقرا الصفحه مكتوب عندك فور ايرلي ديتكشن اوف انفلوباتي. مكتوب عندك ايه؟ ها اللي انت بتعمل ايه؟ اللي هو الماتشنج مكتوبه اللي هي النمبر كونكشن، اللي تعمله النقط دي ويمشي عليها كده نمبر كونكشن، او تعمله اللي هو الماتشنج. ها يقعد تقول له اعمل منظر، اعمل شكل، اعمل حاجه، مش يعرف يعمل. عند الولاد بيسالوا سؤال حلو قوي، وسؤال بيتسال في الكلينيكال والله. يقول لك لو حبينا نعمل تيست، نعمل انفستيجيشن، نثبت ان هذا المريض داخل في هيباتيك انتفالوباسي بنسبه 100%. دي موجوده في كتاب الدكتور صلاح ابراهيم، عشان كده بيحبوا يسالوها. ها بنعمل له اي جي اللي هو رسم مخ. اكتب جنبه كده كلمه بس صغيره، هو بيبان حاجه مش عارف يعني، بس ما حدش يسال ايه. هي بيبان حاجه اسمها تراي فيزيك ويف، يعني المفروض الويف تبقى باي فيزيك، تبقى تراي فيزيك يبقى ليها 3 لامبس كده اسمها تراي فيزيك ويف. دي دايجنوستيك فور هيباتيك انفلوباتي. ها اي اي جي تراي فيزيك ويفز دي فور early detection of hepatic encephalopathy. وده شغل ابحاث يعني، ان داخل في العين عندي بتاع الروزس ومحجوز المستشفى بقاله فتره، وانا شاكك انه داخل في كوما، اعمل له اي جي تلاقي عنده ترايت فيزيك. فقالوا ان احنا نلاقي عنده ترايت فيزيك ويفز، دي معناها ان هو داخل في انكفالوباتي خلاص. الكلمه الثانيه حاجه اسمها فيجوال ايفوكت ريسبونس. فيجوال ايفوكت ريسبونس حاجه اسمها الحث الكهر مغناطيسي على الاوبتيك نيرف. اصلا ايه الكلام ده؟ بيشوفوا التوصيل بتاع الاوبتيك نيرف للكهرباء عامل ايه؟ التوصيل بتاعها عامل ايه؟ طب ده ماله يعني؟ هو مش ده حاجه بقى عن نيورولوجي ولا ايه؟ اكيد بيتاثر مع هيباتيك انفلوسيو بصراحه يعني، مش عارف بس هم بيشطبوا عليها عشان عيد يعني. هو ده كانت رساله الدكتوراه بتاعت الدكتور محمد عبد الله. فلما جه يعمل كده قام حاططها كده، واخد بالك؟ هي رساله الدكتوراه، هو كان رساله الدكتوراه بتاعته بيتكلم ايه؟ مرضى هو بتاع هيباتولوجي يعني، هو وظيفته تروبيكال. فكان بيشتغل على ايه؟ كان بيشتغل الفيجوال ايفوكت ريسبونس على الناس اللي داخلين في فري كوما. ها فلقى ايه؟ النتيجه الكونكلوجن يعني، الناس اللي داخلين في فري كوما يكون عندهم ديلايد فيجوال ايفوكت ريسبونس.
طب تكلفة العين الواحد كام؟ تمام، يكلف له 1500 جنيه. ها يدخل في كومة ولا يموت حتى مش فارقة معاه، صح ولا ايه؟ عشان كده محدش يقولها بس دي حاجة كده فور فانسي، يعني شبه فاضي لو عايز. ماشي؟ ما تقولوش بقى انا قلت لك شبه خالص، بس شبه انا حد النفوذ ده. ماشي. ال